حبيت نضيف نشكر حنا بعد، نشكرها بصفة خاصة، ونشكر درجة العربي نصرة، واتمنى من عند ربي يحفظ الله ويشدنا الرئاسة، واحنا رانا معاك شعب التونسي من بنقردان البنزرت، رحنا معاك على خطر علاش مهضومين الوحيدة اللي تدور في الأحياء من جميع النواحي، وقت تشوفها دليل العروس بالمشارقة مناقع عين عسكر، ناس مهضومة ما ثماش، ما لقيتش حتى إنسان عنده قناة حرة ونزيهة وإنسان يخدم لله في سبيله، يخلص الخدام من عنده ويخلص المخرجين، علاش يعني نتمنوا ألف منه ونتمناه من عند ربي شدنا الرئاسة. إذا كان سي العربي إذا كان يسمح لك معناها تصوراتك الديمقراطية والحدثية العهد الجديد، فمرحبا بك رئيس الجمهورية التونسي. الناس نحييه وإن شاء الله ربي يدوم حياته، وإن شاء الله يكون لنا زاد هو من القدوة الكبيرة. نطلب سي العربي للرئاسة ونطلبه ونحييه، واحنا نطلبوه كشعب، احنا نطلبوه الناس اللي فيها مو واعية وتعرف القناة هذه شكون اللي على راسها وش قاعد يعمل سي العربي نصرة. أنا شخصيا نطلبه للرئاسة ونطلب أهل تلاقي العروس بير مشارقة ما نتقبوش زغوان تونس، أنا وشبابنا من بنقردال بنزرت بكلهم 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 ينخبوه وبكلهم يصوتوه، وبارك الله فيكم. إنسان دو خطر إنسان جدي في العمل متاعه، ويمد يد المساعدة للزوالي ويرى الزوالي بالنظرة الكبيرة معناتها اللي يزمه ينظر لها أي مواطن تونسي ولا أكثر من أي مواطن، ومعناتها وربي يوفقه وإن شاء الله إحنا معاه الكل. وانا بالذات كي زملائي فهمتني انسان السي العربي نصرة فهمتني، خاطر راجل معناها اول حاجه معناها تونسي ويحب معناها المواطن معناها البسيط، واحنا كعمال معناها المناوله بمعمل اسمنت جبل الوسط انسان دوه مسانده مطلقه. مش يكون حاجه باهيه خاطر هو ديجا معناها قبل ماهوش في الرئاسه توا، مي قاعد يوصل في صوت الشعب بصفه جذريه، وان شاء الله ربي معاه ونتمنوا له كل خير. يا خويا احنا معاه ونساندوه لحظه بلحظه فهمتني، وشكركم على رانا الناس الكل واقفه معاه سي العربي، والله يرحم والديه. ما نصورش اي مواطن تونسي يتردد باش يشجع سي العربي نصره، وانا من جهتي نقول بارك الله فيك سي العربي على هالقناه هذه اللي ربما رجعت برشا اعتبار المواطن التونسي اللي هو مظلوم ومقهور كل منها تلقائية، وما عندنا حتى شيء، ونحن رانا أنا ناس تلقائيين، أنا نعيش عند ربي خالقني باش نعيش، وما نحبوش نكذب وما نحبوش نزيدوا الحديث، ولا اللي يحب يخدم البلاد هذاك صاحبنا. أنا مواطن تونسي ماذا بيه العربي نصرة يشد رئاسة الجمهورية، وأنا أول إنسان مسانده ونرشحه هو أول رئاسة الجمهورية. رأيي أنا في سي العربي نصرة بكل صراحة ونقسم على اليمين فهمتني، اللي انا السيد هذايا ماذا بينا نرجعوا له ربع من الجميل اللي خدموا لتونس فهمتني. بصراحه سي العربي من بنزرت البنقردان انا في داخليتي ونحس به الشيء هذايا اللي الناس مقتنعه به، وبصراحه انا واحد من الناس نساندو انا وعرشي وصحابي ما نزيدش ما عندي ما نضيف اكثر من هكايا، اما انا مساندو الى اخر رمق. دور قناه حنا بعل تو في البرامج الاجتماعيه اللي قاعده تصير فهمتني، في دور في معالجه بعض كان على كان ما خانتنيش الذاكره جرح الثوره اللي تكفل بهم سي العربي نصر، هذا الكل فهمتني، خاطر ما نذكرلوش دور سياسي فهمتني، ما نذكرش انا بخلاف انه العمل الاعلامي ما نذكرش الانيس العربي نصره وظهر لي صحيح معناتها ما خدمش البوليتيك السياسه فهمتني، هذا الكل باش يكون رصيد يدخل به سي العربي نصر الانتخابات مع برنامج انتخابي اكيد باش يكون سياسي واجتماعي، هو باش يدخل به هو اللي باش يحكم له يكون معناتها عنده حظ وافر ولا حظوظ اقل في الانتخابات الرئاسيه المقبلة.